تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبيرتوتا من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل وسرقة المحلات التجارية. قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية، فيما يبقى أحدهم في حال فرار. كما كشفت التحريات في القضية عن ضلوع المشتبه فيهم في عدة قضايا مشابهة بإقليم اختصاص الدرك الوطني، من خلال تعرف الضحايا على مرتكبي عمليات السطو محل تحقيق، من ضمنهم مواطن سلب منه مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 300 مليون سنتيم، وعائلة تم اقتحام مسكنها والاستيلاء على المجوهرات، علما أن التحريات تبقى متواصلة اعتبارا لوجود معطيات موثوقة بخصوص ضحايا آخرين. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة مع محاولة السرقة.